وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد الخزاعي، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. مساء الخير دكتور، وأهلا بك في مركز الأخبار. إذن هي جائزة مرموقة وتحمل اسما غاليا تخليدا لذكراه، وتحظى باهتمام مباشر من لدن جلالة الملك المفدى. باعتباركم عضو مجلس أمناء في جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، هل لك أن تحدثنا عن أهمية وجود جائزة تحمل بعدا إنسانيا ولها أهداف سامية في هذا العالم المليء بالأزمات الإنسانية؟ أولا شكرا لاستضافتي. الجائزة كما تفضلتي تحمل أكثر من معنى. كونها تخليدا لذكرى الراحل أميرنا الشيخ عيسى بن عيسى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، والأهمية الأخرى أنها كانت من فكرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، فهذه يعني النقطتين تعطي هذه الجائزة أهمية كبرى. كما تعلمين بالأمس تواجدتم في حفل تسليم هذه الجائزة، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما دار في الحفل لهذه الجائزة المرموقة؟ أهم ما دار في الحفل طبعا كلمة سامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك حفظه الله. تبعه بعد ذلك كلمة مجلس الأمناء التي قدمها سمو الشيخ محمد بن مبارك، ومن بعد ذلك كلمة لجنة التحكيم، وبعدها كلمة المكرم الفائز بالجائزة. نتحدث أكثر عن الجائزة وبتحديد أكثر باعتباركم عضو في مجلس أمناء الجائزة، ما هي الآلية التي يتم من خلالها اختيار الفائزين وتقديم ترشيحاتهم؟ هي آلية على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي التقدم للمرشحين، فتقوم الأمانة العامة بإعداد قائمة مطولة لجميع المرشحين، وبعد ذلك ترسل هذه القائمة إلى لجنة التحكيم التي تقوم بدورها بإعداد قائمة مصغرة من المرشحين. والمرحلة الثالثة تعد القائمة النهائية التي تعرض على مجلس الأمناء الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة لزيارة مواقع المرشحين مكونة من مجلس الأمناء ومن الأمانة العامة ومن لجنة التحكيم، وتقدم تقريرها لمجلس الأمناء. إذن هي عملية دقيقة جدا وبها قدر كبير من الشفافية. بالفعل. الدكتور محمد خزاعي عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، شكرا جزيلا لتواجدك. أهلا وسهلا.